السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين القناة قناة ملك المناجم. النهاردة هنشرح عن البولميل للمبتدئين، ازاي ان انت تعمل بولميل وازاي ان انت تطحن الأحجار من داخل. معكم السيد عبد النبي من قناة ملك المناجم. هنا أعزائي المشاهدين بيتم صناعة البولميل بصناعة يدوية. لو تشوف سمك البولميل اللي احنا شايفينه حوالي 8 ملي او حوالي 10 ملي من الحديد. بيتم صناعة البولميل ويتم اي حد، يعني اي حد بنقول عليه اللي هو الحداد او بتاع حديد هيقدر يعمل لك نفس الطريقة دي. نفس الطريقة عبارة عن رمان بلي وعبارة عن قواعد وعبارة عن تثبيت في الارض، لازم التثبيت في الارض. وهنا البولميل اللي احنا شايفينه اللي بدور معانا بيتم وضع صخور المرو. بعد وضع صخور المرو بيتم وضع القضيب او القضيبين الموجودين اللي احنا شايفينهم، بيكونوا مختلفين في الحجم عشان يتم عملية الصهر داخل البولميل. وهنا بيتم بعملية الدوران زي ما احنا شايفين بالمطور اللي احنا شايفينه. الجهاز اللي امامك بيشيل من 200 ل 300 كيلو في الساعة، يعني بيعمل لك حوالي 300 كيلو في الساعة من صخور عروق الذهب اللي هي صخور المرو. هنا في مرحلتين، او بيتم طحن الاحجار الجافة بدون ماء وبعدين بياخدوا الراسب ويودوه احواض السيانايد، يا اما بيتم وضع ماء مع الزيبق في نفس البورميل. بعدين الزيبق بيقوم بعملية جمع الذهب من التربة. بعد عملية الطحن الجيد بيتم وضع الزيبق ويتم الترسيب الذهب مع الزيبق، وبعدين بيشيلوا الماء الزيادة مع التربة وبيفضل معانا الراسب اللي هو فيه الذهب. والتربة الزيادة بيتم تجميعها عشان المرحلة اللي بعديها اللي هي مرحلة احواض السيانايد. ان شاء الله اعزائي المشاهدين تكون المعلومات الصحيحة وصلت بإذن الله.